السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع أسرار الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله، وكنا وقفنا مع عنوان الصلاة قرة عيون المحبين. وكنا المرة اللي فاتت انشغلنا أو بدأنا نفكر، احنا عايزين نفكر مع بعض، ياريت اللقاء يبقى مفتوح كده ونقدر نتناقش مع بعض عشان نشوف وجهات نظركم وآرائكم ايه. فكنا وقفنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كنا قلنا ان الطيب والنساء ده سكة، وقرة عيني في الصلاة ده سكة تانية، دول دنيا وآخرة. فلما اتكلموا فيها قالوا ايه؟ قالوا ان 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 في حاجه اسمها غيرة المحب. في عنوان تاني بس خلينا نمسك غيرة المحب. غيرة المحب ان قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملئ حبا لله. فلما ملئ حبا لله في غيرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وما تجيش يبقى الكلام بس انا بحب دي وما فيش حب ربنا. احنا الاصل عندنا يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يكون حبه غالب على القلب، بمعنى ان الوحيد الذي يحب لذاتي في هذا الكون ربنا عز وجل. يعني انت ما بتحبش لربنا بس، الله، يعني انا ما بحبش مراتي ولا عيالي ولا فلوسي ولا نفسي حتى، لا، انت حضرتك بتحب ربنا سبحانه وتعالى الاول، وبعدين كل المحاب تابعة لحب الله. يعني ايه؟ يعني انا بحب ربنا سبحانه وتعالى، فربنا امرني احب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحبه، امرني ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون احب الي من نفسي ومالي وولدي والناس اجمعين، ماشي، احب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي بهذا الحب، بامر مين؟ بامر ربنا. طب ربنا امرني ان انا احب ابويا وامي، احبه. طيب ربنا امرني اذا كان ابويا وامي مشركين ويأمروني بالشرك ان انا اعملهم بايه؟ بالاحسان، لكن ما احبهمش. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله، يوادون يحبون من حد، اللي هو الطريق الثاني، الله ورسوله، ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. يبقى النهارده القلب ده عشان حضرتك تصل الى قضيه الحب الحقيقي، يبقى احنا بنحب ربنا بس. الله، يعني انا ما بحبش حد ثاني الا ربنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلى مراتب الدين ان تحب المرء لا تحبه الا، ان تبغض المرء لا تبغضه الا. يبقى انا قلبي ده المفروض ان قلبي ده بيبقى عباره عن صندوق، ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم على قلبي، قال لي حب ده، حاضر، ما تحبش ده، حاضر، حب دي، حاضر، ما تحبش دي، حاضر، قرب دي، حاضر، ما تقربش دي، حاضر. هي دي قضيه الحب الحقيقي، ان القلب ملك لربي يضع فيه ما يشاء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحب ده. ايه هو الحب ده؟ ان حب ربنا غالب. فلما قال انه حب بالي بالطبيعه البشريه، حب بالي الطيب والنساء، فدي موجوده جبل بشريه، النفس البشريه جبلت على حب اشياء معينه، زي انك انت تحب ابنك، زي انت تحب النساء. ان ربنا سبحانه وتعالى قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع. فالحب ده كله موجود في القلب، شهوة جبلية، وجه التزيين كمان فوقها عشان تحبها. فأي حاجة منهم شغلتك عن ربنا سبحانه وتعالى ينبغي انك انت تسيبها لله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى النهاردة ربنا حبه غالب على كل ده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب ربنا قال أنا بحب نسان أطيب، لا 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 لا، معلش واقفة في هنا جزء. قالوا أنه لم يطاوعه قلبه أن يتكلم عن الحب ولا يذكر حب شيء يقربه من الله فذكر الصلاة، فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. في حاجة تانية اسمها النزاع الحبي. يعني إيه النزاع الحبي؟
إن 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 أنا بحب أنا بحب أنا أنا بحب الطب والنساء، لكن في حب موجود في القلب جوه حب ربنا. فالنزاع الحب إن أنا قلت طب الطب، طب وحب ربنا؟ لا 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 لا، في سبيل بيوصل لحب ربنا والصلاة. فالنزاع الحب يخليك لما تيجي تحب كده حب الطب والنساء، لا لا خلي بالك في 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 حب اكبر، مش دول بيزحموه لكن هو بيطردهم. فاذا غلب الحب يتطلع فجاه كده وجعلت قرة عيني في الصلاه، لم يتحمل قلب ان يقول حب الي من دنياكم الطيب والنساء الا وذكر معها ايه، ها ذكر معها ايه، وجعلت قرة راحتي راحتي متعتي جمال الدنيا كلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اريحنا، عايزين نستريح بقى، اريحنا بها يا بلال. فالنهارده هو ده جمال حب الصلاه. فعشان كده احنا محتاجين نعيد حساباتنا مع الصلاه. هل انا رحتي، هل انا رحتي في الصلاه؟ بمعنى جعلت قره عيني في الصلاه. انا جالي شيء محزن، شيء بلاء شديد، هم غم، فين راحتي؟ الله أكبر، كل الهموم راحت، قرة العين في الصلاة، خلاص كل الهموم طارت، كل البلاوي طارت، كل المشاغل طارت، لأن وقفت بين إيد ربنا. فلما وقفت بين إيد ربنا خلاص شيل. نعم المولى ونعم النصير، بس خلاص حطت ايدك وقلت الحمد لله رب العالمين مع كل البلاء، شكرا شكرا يا رب على بلائك، الحمد لله رب العالمين، خلاص. فتحس بمتعة الراحة. لا الكلام في الصلاة، الشيخ بيقول فاعلم انه لا ريب ان الصلاة قرة عيون المحبين ولذة ارواح الموحدين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عائشة ليلتها التي هي ليلتها، فيدنو منها حتى يكون حتى يمس جلده جلدها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حب لإيه من دنياكم الإيه النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت، قال إيه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجل في الجماعة، وقالوا 13. المهم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبب إليه النساء، وهو سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وستين عائشة دي كانت من ضمن 9 نساء النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9. فبعد 8 ليالي وصل إليها وامرأته التي يحبها وصغيرة وجميلة، المهم وصل معها حتى مس جلده جلدها، قالوا كنا عن الجماع. فهم لما وصل لكده بدأ يصل نزاع حبي، ياه حب بلاي من دنياكم النساء، طب فين قرة عيني؟ زين الناس حب الشهوات من النساء، طب فين قرة عيني؟ بدأ النزاع ده يحصل. فما بدأ النزاع ده يحصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستين عائشة رضي الله عنها يقول ايه، ذريني أتعبد لربي. هنا هنا في الوقت ده في الوقت ده ليه؟ لأن الحب لما كان غالب راح واخده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وقال له ما تنساش. القلب يقول له ها حب الله حب الله حب الله، لكن احنا لما غلبت علينا شهواتنا واحنا بالصلاة بقينا بنفكر في الشهوات، لكن بس في لحظة الشهوة بفكر في الصلاة. ثريني أتعبد لربي، فتقول له إني أحبك وأحب قربك وأحب ما تحبه، قم فصلي. فآمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، سجد سجدة طويلة لدرجة أنها خافت عليه، فبدأت تتحسس قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هي دي الصلاة قرة عيون المحبين. مش رحته في وقت مرأته، رحته في الصلاة. مرة تانية سجد سجدة طويلة حتى ظننت أنه قبض لأنه رحت في الصلاة. كان إذا حزبه أمر اشتدت عليه فزع إلى الصلاة،
حب قرة عيون المحبين. إذا سره أمر خرس جدا. بيحب الصلاة. بيحب الصلاة. بيحب ربنا. بيحب أي شيء يقرب من ربنا. بيحب مناجي ربنا. قال إذا أردت أن تناجي ربك تكلم ربك صلي. وأنت بتصلي أنت بتقول الحمد لله رب العالمين، فأنت بتكلم ربنا. إذا حبيت هو يكلمك فأنت بتقرأ القرآن كلام الله. هي دي الصلاة. هي دي الصلاة. فعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين. رحته تبص كده يقول لك إيه؟ يقول لك كان مسروق عليه رحمة الله يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياه. مسروق يجي يروح داخل أوضة في البيت يروح حاطط ستارة كده ويقول لهم إيه؟ شوفوا دنياكم، يلا 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 شوفوا دنياكم، خليكم بحق انتم. ويقف يصلي. كان مسروق عليه رحمة الله يقوم فيصلي كأنه راهب. تعرف راهب في صومعة مش دعوة، منعزل عن الدنيا، منفصل عن الدنيا تماما. وكان يقول أهله هاتوا كل حاجة فاذكروها لي قبل أن أقوم للصلاة. خلص كل اللي أنا مش فاضلك، وأنا عندي شغل تاني، عندي هم أكبر، عندي صلاة، عندي صلاة. قولوا كل اللي انتوا عايزينه. فالنهارده محتاجين دي، محتاجين ان احنا في الصلاه نصلي بس. عمرو بن عبد القيس عليه رحمه الله قاعد في وسط ناس كده فبيتكلموا عن الصلاه، فبيقولوا يعني ان الواحد في الصلاه بيفكر. كنت بقول لهم مره كده ان احنا كنا زمان كنا بنضحك لما كان يجي كان التجار يقول لك، كانوا مره بيحكوا حكايه كده. الحكايه دي مفادها ايه؟ يعني ان هم في مره كانوا بيصلوا فاختلفوا، هي احنا صلينا 3 ركعات ولا 4 ركعات؟ فواحد من التجار قال لهم يا جماعه احنا صلينا 3 ركعات بس. قالوا له انت عم سيبك انت ما نزدع بيك انت، احنا عايزين نسال الناس اللي بتهتم. قال لهم بص هم 3 ركعات بس. يا عم ازاي بس؟ قال لهم بص يا جماعة انا هقول لكم الموضوع ببساطة. اتفضل. قال لهم انا عندي 4 محلات. فلما بصلي 4 ركعات في كل ركعة بحسب حساب محل. فانا حسبت حساب 3 محلات. فانا كنت بقول لهم ان احنا زمان كنا بنضحك من هذه العبارة. حتى صرنا كلنا هذا الرجل. حضرتك اي واحد مننا يخرج من صلاته يسأل نفسه اخبار صلاتك ايه؟ النهاردة أي واحد فينا يسأل نفسه. حضرتك عندنا مشكلة بتقابلنا كلنا تقريبا. إيه هي المشكلة اللي بتقابلنا؟ المشكلة اللي بتقابلنا إن أنا بصلي العصر، جميل ماشي، الركعة الأولى صليت، التانية طب أنا كنت الأولانية بصلي بإيه؟ أحيانا كتير ما بفتكرش. أنا لو بصلي ركعتين سنة الظهر، فأنا بصلي الركعة الأولانية قرأت سورة، فأجي في الركعة التانية وانا كنت بصلي بايه؟ مش فاكر. اين قلبك؟ فالواحد في الصلاه اكتشف حاجات عجيبه، وكل ما يطول بك العمر بتكتشف الصلاه حاجات اعجب واعجب. اكيد اكيد يعني على غلب ظني ان احنا محتاجين كلنا كبير وصغير، مستقيم وملتزم وغير ملتزم، عامي وراجل وست، نحن كلنا نخش دار الارقام من الارقام ونتعلم الصلاه من الاول تاني. احنا لسه ما بنصليش. احنا محتاجين نعيد حساباتنا مع الصلاه. الحديث والواحد انا اتصدمت لما اكتشفت انه حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنة وما ترفع له صلاه، لأنه لا يحسن ركوعها وسجودها. حدث يخضني ويخضك. احفظ إن الرجل ليصلي 60 سنة وما ترفع له صلاة، لأنه لا يحسن ركوعها ولا سجودها. أمر مؤلم وعايز وقفة تانية. أسأل الله لي ولكم الستر والعافية. اللهم ارزقنا الصلاة. اللهم ارزقنا الصلاة يا رب. حبب إلينا القيام والركوع والسجود والصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.